حبايبي جريد 5، تعالوا مع بعض دلوقتي نكمل جزء تاني، لا بطريقة تانية اعمل بيها مالتي بلاي تو ديجيتس او مور. يعني ايه يا مستر الكلام دوت؟ يعني اهو ممكن الاقيه الراجل ده مديني تو ديجيتس تايمز تو ديجيت، بس المرة دي مش هعمل موديل، المرة دي مش هعمل حاجة اسمها ديستريبيوتد، هحلها وهي بالشكل ده. بص بقى معايا عشان احنا بنعمل ثلاث خطوات بس، ركز في طريقة الحل. انا ببدأ بالوانس من تحت، اقول لها يا تو تعالي اعملك تايمز للي فوق، فتروح تعمل تايمز 8، 2 تايمز 8 ايكوال 18. طب حبيبي شكرا، اكتب ال 6 واعمل كاري 1. معلش يا مستر نعيد تاني. حاضر ثواني حبيبتي يا مستر، دول 3 ديجيت برضه احلها بنفس الطريقه، ابدا من تحت، ابدا بالوانس 9 تايم 7. يا مستر ما انا قلت لك انا بنسى. حاضر قلت لك حط ال 9 وادي تايم 7، تروح جاي عند ال 9 يا 9 ايه اللي يكملك 10؟ اروح كاتبه فوق الناحيه الثانيه، اروح لل 7 يا 7 ايه اللي يكملك 10؟ شكرا، اللي فوق اعمل لهم بقت 3، واللي فوق بعض اعمل لهم. شكرا حبيبي تخلص، فيبقى 9 تايم 7 63. بكتب ال 3 واعمل كاري 6. طب معلش يا مستر نعيد تاني. حاضر حبيبي، ابدا بالوانس فهقول كده 3 تايمز 8. يا مستر ما انا قلت لك ما بعرفش ومش عايز اعد على ايديا. ما تعدش، اعمل طريقه ثالثه، اروح جاي اقول هاخد ال 8 تايم 3، يعني ال 8 اكررها ثلاث مرات. اكررها ازاي؟ ان انا اكتب 8 وفوق منها بلس 8، 8 بلس 8 واكتب هنا 1 عشان دي اول مره. 8 بلس 8 اهو يا عم، جبت لك بلس من اللي بتحبه، تبقى مصيبه لو انت مش عارف. 16. شكرا، اكتب هنا 16، اروح جاي اكتب هنا 2. لسه يا مستر انا عايز 3، اروح واخد ال 16 بلس 8، احط ال 16 في المايند واطلع ايد على الهاند. ادي طريقه ثالثه احفظ بيها التايم تيبل، تبقى 24. ادي اهو ال 3، يبقى 3 تايمز 8 عملتها بطريقه ثالثه عشان انا يا مستر بنسى، بقت 24. اخد الفور واعمل كاري 2. خلصت؟ اقول له لا. نسمع يا بابا، زي ما خدت ال 3 راحت لل 8 تروح تعمل تايمز لل 1، 3 تايمز 1 3، بس ال 1 فوقيها 2، يبقى انا بعمل تايمز وبعدين اعمل بلس. اهدي يا ماما، 3 تايمز 1 ومعاها فوق منها 2 تبقى 5. كمان مرة يا مستر. حاضر، أنا عملت 9 تايم 7، أخد 9 تايم 6، 9 تايم 6 كام يا مستر؟ نسيت. حاضر حبيبي، أدي ال 9 وأدي ال 6، يا 6 عايزك 10، عايزة 4، أكتب 4، يا 9 عايزك 10، أكتب 1، اللي فوق يبقى دي 4، واللي فوق بعض ادي 5، بقت 54. بس يا مستر انا معايا فوق 6، يبقى ال 54 هعمل لها يا مستر بلس، تبقى كام؟ تبقى 60. ما خدش ال 60 كلها يا ابني، بص على الشرح، اكتب 0 واعمل كاري 6. خلصت؟ اقول له لا لسه، هياخد ال 9 تعمل تايم 3. اعملها ازاي؟ اعملها يا مستر بنفس الطريقه بتاع ال 8. روح حبيبي درب نفسك، ما ينفعش افضل اعيد وازيد في الدرس. 9 تايم 3 كام؟ 27. طب يا مستر معايا فوق منها 6، يبقى بكتب 27 ولسه هعمل لها بلس 6، تديني كام؟ 33. تعال نكرر تاني، ال 3 عملت تايمز لل 8 وعملت تايمز لل 1،
لسه تروح تعمل تايمز للتو. تعال نعيد تاني، التو عملت تايمز للايت 16 كاري 1، التو تعمل تايمز للفور بايت ومعاها فوق منها 1 تبقى 9. يبقى انا خدت الونس اللي تحت طلعت عملت تايمز لكل اللي فوق. ارجع اخد التنس، تطلع تعمل تايمز للايت مره وتطلع تعمل تايمز للفور مره. بس خلي بالك ايه الجديد، الثري دي في التنس اجي تحت الوانس اعمل زيرو كبير عشان ما ابداش بيه. انا هشتغل في التنس 3 تايمز 8، ما احنا لسه لاعبينها 24. اكتب الفور واعمل كاري 2، 3 تايمز 4 12 بلس 2 14. خلصت؟ اقول له ايوه. بعد ما عملت تايمز اخر حاجه، وزي ما انت شايف انا حاطط الديجيتس تحت بعض عشان ما اتلخبطش، الوانس مع الوانس، التنس مع التنس 13 كاري 1، ال 100 مع ال 100، ال 1000 مع ال 1000. طب معلش يا مستر تعال نقول تاني، انا خلصت ال 9 رايح اخد مين؟ 20. اول حاجه دي تنس، احط زيرو عند ال 3. اصل يا حبيبي طريقه الحل انت لازم تشرح، تعلي صوتك علشان ما تسرحش. يلا نلعب 2 تايم 7 14. حلو 14 دي، يا حلاوتك يا جمالك بال 14. 14 يا مستر للناس اللي بتخاف تنطق عشان بتغلط. 14 اكتب الفور، سوري اكتب الفور واعمل كاري 1 فوق ال 6. 2 تايم 6 12 بس فوق منها 1 اعمل بلس يبقى 13 كاري كمان 1. 2 تايم 3 6 معاها 1 يبقى 7. اجي اخر خطوه اعمل بلس. تعالى يا مستر لو انت خدت بالك باكد على ما تلزقش الديجيت جنب بعض، سيب سبيس عشان تعرف تعمل بلس، الوانس مع الوانس، تنس مع التنس، 100 اهو وال 1000 اهو. تعال نحل واحده كمان يا مستر، انا كنت خلصت الفري رايح اخد مين؟ بس اول حاجه اقول ايه؟ احط زيرو كبير في الوانس عشان انا خلصت لعب مع الوانس. اخد ال1 تايمز 8، اخد ال1 تايمز 1، اخد ال1 تايمز 2، وبعدين هعمل وناكد تاني، اسيب مسافات عشان اعرف ارتب الارقام تحت بعض. يبقى دي هنا 4 5 و 8 13 كاري 1 7 و 1 8 وادي 2. هعمل ستوب واتمنى ان انت تحل معايا. حبايبي جريد 5 تعالوا نلعب تاني. النهارده بنعمل حاجه اسمها الجاريزم، يعني طريقه ثالثه. اهي الكلمه الكبيره دي المجعلظه دي اهي هوريها لك اهي. اهي الكلمه الجميله دي يا مستر معناها ما تستخدمش الديستريبيوتيف، معناها ما تستخدمش البار ولا الموديل. اروح جاي ادي الراجل طيب تقول لي ابدا من اللي تحت، ولازم تتعلم تقول 3 تايم 6 قلنا 18، بكتب ال 8 وكاري 1، ارجع اخد ال 3 تاني واطلع لل 2 3 تايمز 2 ومعانا 1، ارجع اقول هاخد الديجيت اللي جنبه بس احط زيرو تحت الوانس. لازم اقول جمله كامله يا ليال، احط زيرو تحت الوانس وارجع اقول تاني 3 تايم 6. يا عم ما انا لسه قايلها. طبعا كاري 1 وبعدين 3 تايم 2. يا مستر ما انا برضو لسه قايلها وهعمل بلس. الله اهو حبيبي 8 7 و 8، ال 8 في المايند
هطلع 7 على الهاند. اه يا حبيبي انا مش عايزك تتسرع وما تتكسفش. الله عليك يا ليه. وبعدين تبقيت ادي حبيبي المسألة نقول تاني. طب تاخد حضرتك